على قلب النور وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم. لنعيش في لحب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي ملك المقامات القارئ الذي قد أنعم الله عليه بجمال الصوت مع دقة الأداء الذي لا يخلو مكان في أنحاء العالم الإسلامي إلا ويترقب الاستماع إلى صوته الندي العلم القرآني المميز والمتميز المميز بأدائه والمتميز بأخلاقه. نسأل المولى عز وجل أن يتجلى عليه فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك يتلو علينا ويجدو بما نزل من القرآن على قلب الحبيب محمد. أسأل المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إذا وَالْقُرْآنَ
الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إن الباطل كان زهوقا. وقل رب سلطانا نصيرا.
فقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح
لروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي اقفل السيجارة انت فاتي اقفل السيجارة ايه فرقتينا من هنا يا قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من إلا قليلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
صلى الله عليه وسلم. بالتلاوة أصول، بالتلاوة أصول، معلش بالتلاوة أصول، معلش إن شاء الله. يا رب يا سلام. لا ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الفاتحة. إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام. أن الله وحده قرئ ونور تلي هدية واصلة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام ونجعل الله عز وجل نورا يتقاطر على الراحلة الكريمة في قبرها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هكذا يا اخواتي الايمان والاسلام ختمت على خير ليلتنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه ملاها علينا فضيله القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي لجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي. مقدرات الصوت والهندسه الكهربائيه الكبرى اداره احمد شفا المحب الكبرى مركز منيا القدس. مخازن الفراشه الذهبيه في الانسه الكبرى معلم احمد ابو غنيمه بابو نجاح. خدمه الفندقيه المتميزه على مستوى الجمهوريه المتر محمد ابو المد والسيد وليد الزمروني. تنقل هذه الليله عبر وحده البث المباشر والتصوير الكبرى للحفلات الدينيه باشمهندس اشرف المهداوي. الاسره الكريمه بكل من فيها يشكرون كل من ادب واجب العزاء. ايها الساده ان هذا كان ادبكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.